لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
مقاما محمودا. وجاء أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام